أهلا بكم. لما كان القانون وسيلة رئيسية في صياغة المجتمع، ولما كان هذا القانون غائبا أو مغيبا في كثير من الأحيان، سعت المفكرة القانونية إلى إيجاد هيئة لتفسير القانون للمواطن وخلق صلة وصل بين القضاء والمواطن، والأهم المساهمة بصياغة القوانين التي تحمي المجتمعات. المفكرة القانونية وضعت مسودة مشروع قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وهو سيكون محور حلقتنا اليوم مع العضو في المفكرة القانونية دكتور مريم مهنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني المشروع اليوم اللي حطيتوه لاستقلال القضاء العدلي وشفافيته، الواقع القضائي في لبنان، التدخل السياسي وغير عناوين، كلها رح نتطرق لها بحلقتنا اليوم. خلينا نبلش اليوم بس بفكرة عن المفكرة القانونية. بالفترة الأخيرة كتير عم نسمع فيها، والناس صارت تعرف أنه في مفكرة قانونية وعم تكون واقفة بكثير من المحلات إلى جانب المواطنين، خصوصاً بالأمور القانونية والقضائية. اليوم عملكم على شو عم يقتصر؟ لا، مثل ما قلت، المفكرة القانونية هي جمعية هدفها تكون صلة وصل بين المواطن والقانون. بتشتغل بشكل رئيسي على القضاء واستقلاليته، ومن جهة تانية على حقوق جميع الفئات المهمشة. نحن بنعتبر يعني كل الفئات الضعيفة اللي هي بحاجة لمين يسندها لتوصل حقوقها على المسرح الواقعي. يعني هل ما قادر يعني يكون عندها محامي أو قادرة أن تلجأ للقضاء للحصول على حقوقها، عم بتساعدوها؟ هلأ المفكرة عندها عدة وسائل عمل. أول شيء نحن فينا نقول نحن مركز أبحاث، يعني عندنا فريق هو فريق بحثي مكون مش بس من قانونيين، من ناس من عدة مجالات، بالتاريخ، بسوسيولوجيا القانون، لأنه بنعتبر القانون منه بس مسألة تقنية. فإذا عندنا مركز بحثي، نحن وسيلة إعلامية فينا نقول، لأنه ننشر، عندنا منشور بيصدر مرة بالشهر. وإلى جانب ذلك الهدف تطوير الشيء اللي بنسميه التقاضي الاستراتيجي، يعني قضية وين بيتآزر فيها الإعلام مع المجتمع لحتى نوصل لحق مهدور لشخص، بس هالشخص بيمثل فئة. بقى هيدا كمان طور التطوير، هيدا أكيد بيقوموا فيه محامين بقلب المفكرة القانونية. بخلال عملكم كيف فينا نقيم الواقع القضائي اليوم بلبنان؟ كيف لمستوا على أرض الواقع من خلال عملكم اليومي الواقع القضائي، الصعوبات اللي عم بيعاني منها المواطن القضاء، أو حتى ورح نحكي بالموضوع الصعوبات اللي ممكن يعاني منها القاضي؟ هلا اكيد الوضع القضائي بلبنان منه وضع مثالي، منه وضع سليم، اكيد هيدا بنقدر نقوله. اكيد الحرب لعبت دور، وقت ما بنتابع بابحاثنا تطور القانون والقضاء بلبنان بنشوف انه اكيد الحرب لعبت دور كثير سلبي. في كثير حتى بقانون تنظيم القضاء حقوق أو مبادئ كانت مكرسة رجعنا خسرناها. هلأ لازم نقول أكيد المفكرة القانونية موجودة من 2011 عم تعمل هالشغل الرصدي، هو واحد من أهدافها، مش هيك عندها مرصد لاستقلالية وشفافية القضاء، وهذا المرصد أكيد قدامه تسجل العديد من الخروقات لاستقلالية القضاء، العديد من التدخل. وكتير مهم نقول أنه اللي نحنا من لاحظناه هو أنه مسألة التدخل بالقضاء منه بس قصة أنه سياسة بيتصل أو بيضغط على القضاء، هي مسألة كتير شائكة أكتر، فيها أوجه كتير أكتر. يعني في من جهة القاضي اللي هو مجرد من العديد من الضمانات اللي هي واضحة جدا بكل الأنظمة القضائية التانية، على رأسها مبدأ عدم نقل القاضي من مركزه دون رضاه. نحن بلبنان كل تشكيلات تبعنا كلنا أكيد مع الكل منتابع أكيد كل فصل من التشكيلات القضائية بيضرب بعض أكتر ثقة المواطنين والمجتمع بالقضاء، لأنه القاضي اللي في عنا على القليلة هيدا الشعور أنه اللي راضين عليه السياسيين اللي هن متحكمين بالتشكيلات بيتقدم بمساره المهني، بينما قضاة تانيين منشوفهم يمكن بيبقوا لسنوات بمركزهم أو بينبعتوا بعيد. فهيدا وجه في الاستقلالية المادية للقضاة، وشفنا شو صار آخر
بالصيف يمكن بمعركة القضاة اللي شافوا واحد من المكاسب اللي بتصون الأمن الاجتماعي طبعا اللي هو صندوق تعدد القضاة عم بيتم المسيح. شفنا الاعتكاف اللي صار من قبل طبعا اللي منلاحظه نحن وقتها منشتغل لأنه المفكرة كتير متواجدة كمان بشمال أفريقيا يعني بتونس عندها مركز وبتشتغل كتير بشكل وثيق مع القضاة بالمغرب وبمصر كانت تشتغل هلأ شوي أكيد القصص الأمور صعبة أكتر. منلاحظ قديش القضاة بلبنان عايشين بعزلة بظل موجب التحفظ اللي يفسر بشكل جدا ضيق بلبنان، ممنوع عليهم يعبروا، ما منشوف قاضي عنده حرية التعبير صحيح. ممنوع عليهم يأسسوا جمعيات، وشفنا شو صار لما بظل المساس بصندوق تعادل القضاة جرب ويعملوا مثل مجموعة على واتساب ورصدت المفكرة ونشرت عن هالأمر كيف تم الطلب لألون بشكل كتير صارم من أنه يقفلوا المجموعة. فإذا منشوف هالشي بلبنان بينما بالدول عم بحكي عنها كرس حق القضاة بتأسيس جمعيات بشكل كتير طبيعي بأنظمة يمكن نحن منعتبرها كانت صارمة صحيح. وديكتاتورية كتير كنا نعتبر حالنا متطورين ومتقدمين تماما. فكتير لما منشوف الالتقاء بين قضاة لبنانيين وقضاة مغاربة وتوانسة ببعض النشاطات المنظمة منشوف قديش القضاة بلبنان عايشين بعد بجو مثلا تخططوا فرنسا بالسنوات 50 أو 60. ليه برأيك هيدا الخوف من إقامة تجمعات للقضاة؟ برأيك التدخل السياسي أو لما يصيروا مجموعة أقوى يمكن قادرين يحاربوا هذا التدخل؟ طبعا أكيد يعني وعلى فكرة كتير مهم نقول أنه استندنا بأبحاثنا وبشغلنا على القانون هلأ رح نوصل له على شرعات دولية مخصصة لاستقلال القضاء منها أهم شرعة الأمم المتحدة 1985 وبتذكر هالشرعة كيف القاضي عنده حق مثله مثل أي مواطن بالتعبير وبتأسيس جمعية بس كيف هالحقين بالنسبة للقاضي هن أهم بكتير إذا فينا نقول من المواطن العادي لأنه هن وسيلة ليقدر يدافع عن استقلاليته. طبعا القاضي المعزول أسهل بكتير والصامت أسهل بكتير أنه أتدخل أنا بعمله. فإذا الهدف المباشر هو إضعاف القضاء وإضعاف القاضي. يعني اليوم لما نسمع بالإعلام أنه القاضي فلان أخذ هذا القرار أو كان في تدخل أو غيره، يعني مثل كأنه حضرتك هلا عم تعطي تبرير لهذا القاضي أنه أخذ هذا القرار يمكن مش لصالح المواطن أو مش لصالح المجتمعات المهمشة بس لأنه عليه ضغط سياسي، يعني عم برر له هذا هلا كتير عم بتلمس نقطة حساسة ومهمة ونشتغل عليها اللي هي طيب ثقافة استقلالية القضاء بلبنان اللي هي هشة ضعيفة كتير. يفترض لما أي شخص يقرر أنه يكون هو قاضي ويوصل لهذه المرحلة يفترض يكون عنده الحصانة الداخلية، عنده الحصانة الذاتية لمنع التدخل، ولو يمكن محل المحلات حتكلفه تأخر بترقيات أو غيره، وساعتها ممكن يحكي ويكون صريح ويقول شو صار. هلأ طبعاً هذا الشيء ما فينا نلغيه أنه في جزء هو أخلاقي بالمهنة بمهنة القضاء بهالوظيفة اللي هي كتير حساسة، بس بدنا ننتبه كتير لأنه كتير مرات نسمع هالشيء ويستعمل هالشيء كحجة لتجريد القاضي من الضمانات الحسية. كتير منيح القاضي هو لازم يكون واعي أنه هو بيمارس وظيفة كتير سامية كتير دقيقة مش لأنه هو مركز وجاه وهيبة وهو الكلمات نسمعها، لأنه اليوم بكل الأنظمة الحديثة منعرف دور القاضي أنه هو اللي بيصون الحريات تبع المواطنين. من هيدا المكان وظيفة القاضي كتير حساسة، ولكن بنفس الوقت إذا أنا بجرد القاضي من كل الضمانات الحسية وبعزله والمجتمع هيدا اللي المفكرة كتير كتير مهم لها المفكرة القانونية أنه تشكل مثل شبكة أمان حوالي القضاة مش أعزله من الضمانات بالقانون، وهلأ رح فينا نشخص القانون اللبناني الحالي وبعدين بطلب منه يكون البطل اللي هو بده يجابه كل التدخلات على حساب حياته أيام وشفناها صحيح. بكتير قضاة خسروا حياتهم على حساب حياته الكريمة على حساب تطوره المهني، وبيصير في نزف بالقضاء، بيصير في أفضل عناصر عم تترك لأنه ما قادرة تعيش على بواب الزعمة وما بدها تعيش على بواب الزعمة لتتقدم، بس من جهة تانية هي مجردة من أي شيء. فإذا نحن كمجتمع
لازم نعمل هالشبكة أمان حول القضاة، استقلاليتهم تكون بصلب اهتماماتنا. هلأ جايين على فترة انتخابات، يكون هذا الشيء من الأولوية تنقدر بالمقابل نطلب من القاضي يكون عادل، يكون متجرد، وقلنا حق نطلب هالشيء وهذا واجبه أكيد. صحيح. رح أصلاً أحكي، عملتوا أنتوا هذا الائتلاف اللي عملتوا أيضاً لدعم المدن، لدعم استقلال القضاء وشفافيته، رح أرجع أحكي عنه. اليوم لما قررتوا تعملوا هذه مسودة المشروع للقضاء العدلي، شو هي الأسباب الموجبة أو شو انطلقتوا؟ يعني نوعاً ما شخصنا الواقع القضائي اليوم والمعاناة اللي بيعاني منها القضاة بخلال عملهم اليومي. القانون الموجود عندنا آخر تعديل كان بال 2001. صح. اليوم عم تفوتوا تعديلات وعم تطلبوا تعديلات جديده، ليه انطلقتوا؟ يعني الاسباب الموجبه لوضع هذه المسوده. هلا هون اكيد في عده، القانون كثير غني، عملنا قانون من 192 ماده شامل، يعني ارتقينا انه مش ممكن نصحح اذا بدك القانون الموجود اللي هو المرسوم الاشتراعي 150 على 83، لانه لازم يصير في تغيير جذري من وراء كل هالرصد اللي عاملينه، ومن وراء اللي جربنا نبحث عليه بالقانون المقارن بالدول الاوروبيه شو عم بيصير، بمثل ما كنت عم بذكر الشروعات الدوليه لاستقلال القضاء. فاذا ارتقينا انه لازم فعلا وضع قانون جديد تماما. هالقانون إذا بدي أحكي بأهم محاور الإصلاح اللي نحن منقترحها، أولاً طلقنا بأنه وضعنا تعريف لاستقلال القضاء، وهيدا الشيء كتير أساسي، لأنه نحن اليوم ما عنا إلا المادة 20 من الدستور اللي بتقول أنه القضاة مستقلون. فإذا في إذا بدك الوجه الفردي للاستقلال، أنه القاضي، كل قاضي بمحكمته هو السلطة القضائية ولازم يكون مستقل. فركزنا إذا بدك على الوجه كمان المؤسساتي، أنه في استقلال القاضي وفي استقلال المؤسسة القضائية. كمان عرفنا كل أوجه الاستقلال حتى ما نعالج فقط نقطة واحدة، ون مثلا نصحح تكوين مجلس قضاء الاعلى وننسى انه في الحقوق الماديه للقضاة اللي هي من صلب الاستقلال. ففي اول شيء شغل صار على تعريف الاستقلاليه. بعدين من اهم المحاور الاصلاحيه كان تعزيز استقلاليه وشفافيه المؤسسات القضائيه اللي هي مناطه اذا بدنا صون استقلاليته وتنظيم القضاء. اكيد ابرزها هي مجلس قضاء الاعلى وكمان هيئة التفتيش القضائي، وإلى حد ما معهد الدروس القضائية، يعني هول المؤسسات اللي هن أكثر بيلعبوا دور إذا فينا نقول إداري مش قضائي كوظيفة قضائية. فبالنسبة مثلا لمجلس قضاء الأعلى صار في شغل كتير كبير على تكوينه، لأنه مثل ما بنعرف اليوم هو مكون من 10 أعضاء. صحيح. طالما هن معينين، طالما في تدخل سياسي. تماما، 8 على 10 هن معينين من الحكومة، فبشكل مباشر من السلطة التنفيذية، فإذا هون في تدخل على أساس طائفي ومحاصصة كمان واضح كمان، فإذا مع احترام توازنات طائفية ما بتتحرك. ففي هون تدخل واضح من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، وهذا ضد الدستور، ضد مبدأ فصل السلطات. فنحن اشتغلنا على مبدأ بعد ما شفنا أنه مجالس القضاء بالعالم كله وبالشروعات الدولية مطلوب ومفروض هذا الشيء أنه تكون بأغلبيتها منتخبة من القضاة ليكون عندها شرعية. فإذا كرسنا مجلس قضاء فيه 20 عضو، 9 منهم من القضاة المنتخبين، تركنا حصة معينة للقضاة الحكميين يعني المعينين من قبل الحكومة. بضل، بس هون نشغل إنه مش الحكومة بس هي بتختار الأسماء، تختارون على أساس اقتراح من 3 أسامي جاية من مجلس القضاء نفسه اللي خارج. بقى هل مجلس القضاء بيعطي اقتراح؟ هيدا اخذنا هالفكره من تونس، بيعطي اقتراح بثلاث اسامي والحكومه ملزمه تختار واحد من هالثلاث اسامي اللي اكيد وضعهم مجلس قضاء بعد ما عمل مقابلات شفافه مع هالمرشحين، بعد ما قدروا يطرحوا هن شو برنامجهم للمركز. فاذا فكره التعيين كلها حتى لو تركنا حصة للحكومة، ولكن في معايير محددة تضمن الشفافية والاستقلالية. في عدد من القضاة المعينين ولكن مش من الحكومة مثل ما هو الوضع الحالي، معينين من القضاة المنتخبين والقضاة الحكميين. والشيء الجديد الأساسي اللي أضفناه هو دخول 4 أعضاء من غير القضاة لمجلس قضاء الأعلى، يعني أستاذين جامعيين متفرغين بتدريس مادة الحقوق
ومحاميين، اثنيناتهم هالنوعين منتخبين من قبل الهيئات المهنيه اللي بيمثلوها. هيدا الفكره كثير اساسيه، وهيك فينا نضمن انه القاضي جوا داخل مجلس القضاء الاعلى نوعا ما مستقل من قبل الضغوطات اللي 100% الاحزاب اللي عينته 100%. وجود هالغير قضاة على الرغم من الحساسيه الكبيره الموجوده بلبنان هو معمم بكل التجارب الدوليه وهو ضمانه. طيب هذا اللي بدي احكي عنه، بدي اخذ فصل اعلاني. قديه اليوم التجارب المعممه بالعالم فينا نطبقها على واقعنا اللبناني الفريد الغريب من نوعه، وايضا قديه في امال انه يتم اعتماد هذه المسوده، ورح احكي ايضا عن موضوع الائتلاف اللي شكلته لحمايه القضاء والقضاة. فاصل قصير ونعود بعد الانطباع. أهلا بكم من جديد، ونتابع حلقتنا اليوم مع ضيفتي العضو في المفكرة القانونية دكتور ميريام مهنا. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور. كنا عم نحكي قبل الفاصل أنه كثير استندتوا إلى الشروعات الدولية وأخذتوا بعض التجارب من دول عربية ودول أوروبية وغيرها لا وصلتوا إلى هذه الصيغة. الوضع بلبنان بتركيبته المعقدة طائفيا وسياسيا وغيرها أبدا ما بيشبه باقي الدول، كان بأوروبا حتى ببعض الدول العربية. قد ايه قدرتوا تعملوا نوع من إسقاط لهذه الشرعات وهذه القوانين على الواقع اللبناني، أو بالعكس يمكن إسقاط للواقع اللبناني لتعدلوا بعض المواد؟ هلأ هيدي النقطة كتير مهمة، لأنه بفتكر اللي ساعد كتير هو أنه عمل المفكرة بيرجع ل 2010 و 2011 يمكن حتى قبل لبعض الباحثين والمؤسسين بالمفكرة. فإذا هيدا الشيء كتير ساعد بمعرفة ورصد الواقع اللبناني فعليا، إذا بدي أحكي سوسيولوجيا قانون مش بس تقنيات قانونية. والهدف ما كان أبدا أنه جيب أنا الشرعات الدولية أو تجارب أجنبية وأعتبرها بس لأنا جاي من الخارج هي فضلة واستنسخها أبدا. يعني صار في عمل لفعلا شو بيناسب الوضع الحالي بلبنان بظل ثقافة استقلالية أو التدخل على حقيقة بالقضاء. فإذا في كتير شروعات بيسمحوا بأوجه يمكن متحررة أكثر نحن كتير صعب أنه نحطها بلبنان. نحن ضروري يكون عنا ضوابط مثلا لأنه ثقافة الإسرائيلية منا كتير قوية وهي هشة بلبنان. فإذا صار في هيدا الشغل، أكيد المعيار الأساسي كان احترام المعايير الدولية مش نخسرها. بس رح أعطي مثل، كنا عم نحكي عن مجلس القضاء الأعلى. أكيد الحجة الدائمة هي لما بينحكى عن الانتخاب، واللي بذكر أنه اتفاق الطائف هو وضع هذا المبدأ أنه يجب انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى على القليلة عدد كبير منهم، الحجة الدائمة كانت أنه بلبنان في الطائفية. طيب ممكن كتير نعمل، وهذا اللي حاولنا نعمله، يعني أخذ بعين الاعتبار أنه في الطائفية فيها الهاجس بأنه تتمثل كل الفئات الاجتماعية بلبنان، ولكن مش بلغي مبدأ الانتخاب. بعمل مبدأ الانتخاب وبترك آلية تصحيحية اللي هي التعيين إلى حد ما إذا خرج عن هالانتخابات خلل بالتمثيل. هيدا واحد من الأمثلة، وفي أمثلة عديدة تانية. بس الهدف كان أنه ما يستخدم الواقع اللبناني كلغة خشبية مثل ما دايما بيصير للقول أنه نحن بلبنان ما فينا نعمل مثلا جمعيات قضاة. نحن أثبتنا بالدراسات تبعنا أنه كل مرة صار في تجمع للقضاة بلبنان، درست التجمعات بالستينات وبالثمانينات، كان مانيفستو ضد الطائفية. كانوا تجمعات بنص الحرب الأهلية وين السياسيين عم بي قصموا البلد وعم بيتقتلوا الناس على أساس طائفة، كانوا القضاة عم بيتجمعوا بلغة وبخطاب تماما ضد الطائفية وبأوجهها البشعة. فإذا كان من الضرورة أنه الواقع اللبناني ما نستخدمه كحجة، وبذات الوقت ناخده بعين الاعتبار. يمكن لأنه بتخاف السلطة السياسية لما يصبحوا القضاة عندهم هذه القوة، يعني يمكن تشبه نوعا ما بتصير النقابة اللي ممكن يضغط أو ممكن يغير بالواقع ويصيروا قادرين يرفضوا الأوامر السياسية. تماما، مشان هيك عم نقول أنه الواقع اللبناني مستخدم إجمالا كحجة لعزل القضاة وأضعافهم. لا، نحن أكيد في أوجه من هالواقع لازم ناخده بعين الاعتبار. نحن مش مثلا في دول درسناها بأوروبا الشمالية ما فيها مجلس قضاء أعلى، مش بحاجة لمجلس قضاء أعلى هالقد ثقافة الاستقلالية متطورة وثابتة. لا، نحن بلبنان بحاجة لمؤسسة ضامنة لاستقلال القضاء،
ولكن أكيد مع معايير مش بحيال طريقة. صحيح. أيضا من ضمن التعديلات اللي موجودة بمسودة المشروع موضوع تنظيم هيئة الإشراف القضائي واللي هي حاليا هيئة التفتيش القضائي. صحيح. تغيير بالتسمية وتغيير أيضا بالوظائف والدور. 100% التغيير بالتسمية منه عرضي. اليوم هيئة التفتيش القضائي كتير هيك دورة مربوط بتأديب القضاة، إنه استدعى القاضي لهيئة محاسبتهم يعني بحال أخطأ 100% استدعى على هيئة التفتيش يعني معه تحقيق كذا. وقتها شفنا شوي اللي عم بيصير بالدول الأخرى، مثلا إسبانيا هيئة التفتيش القضائي هيئة كتير مهمة، عندها كتير من الإمكانات البشرية والمادية، وعندها فريق بيكون بس مثلا للستاتيستيك، فريق يعني كتير دراسات حتى مش بس كتير مهمة كهيئة. هي ما بتتعاطى بمحاسبة القضاة، بس هدفها الأوديت على المحاكم، يعني التحفيز عمل المحاكم، مساعدة المحاكم على إيجاد خلل بعملهم لحتى يشتغلوا بشكل أفضل. فارتقينا أنه ضرورة تطوير هيئة التفتيش القضائي ما تكون بقى بس هيئة تفتيش، مشان هيك سميناها هيئة إشراف قضائي، عندها دور بالتحقيق بمحاسبة القضاة وبالتأديب، وكمان أخرى. دور أساسي بالأوديتينج، بدنا نفرز لقضاة وعنصر بشري بيروح بيعمل كشف على المحاكم. هذا الشيء شوي عم بيصير اليوم، ولكن بدون أي إمكانات. نطور هيدا الوجه جداً لحتى مش دايما نوصل على التأديب، يكون في وسائل مثل بتحفز عمل المحاكم وعمل القضاة قبل ما أنا أضطر أوصل على التأديب. طيب كمان هيدا السؤال، هذه الهيئة أنتي كمان هي حتكون محمية من التدخلات السياسية؟ مش إن هيك مثل مجلس قضاء الأعلى انشغل كتير على استقلاليته وعلى إعطاء الإمكانات وعدم وضع اليد على وظيفته من أي كان. فإذا رئيس يعين بمرسوم من بين ثلاث أسامي حطتها مجلس قضاء الأعلى مثل ما قلت سابقا، الأعضاء فيها يعينوا من مجلس القضاء ومش بقى من بمرسوم حكومي. فإذا في استقلالية بتكوينه بالإمكانات المعطاة لها، مثل ما قلنا خلقنا هالإدارات المختلفة، يعني مش بس التحقيق التأديبي ولكن كمان التحفيز لعمل المحاكم. نعطيت بالقانون صارت عندها استقلالية مادية ووظيفية، وصار في شيء كتير مهم اليوم مثل ما بنعرف بالتأديب، إذا وزير العدل بيقدر يتلقى شكوى وكمان مجلس قضاء الأعلى استخدموا هالشيء ليعملوا تحقيقات أولية وتدخلوا ب الوظيفة اللي هي لهيئة التفتيش. بدي أتشيك دكتور نرجع منكمل منتابع مباشرة وصول المفاد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة الذي وصل في هذه الأثناء إلى مطار بيروت الدولي، وطبعا كما بات معروفا فإن المفاد السعودي سيلتقي اليوم كل من رئيس عون والرئيس الحريري، وسيسلمه رسالة كما ذكر للرئيس عون، وعلى أن يلتقي غدا الثلاثاء الرئيس بري ومجموعة من الشخصيات اللبنانية ضمن زيارته ومهمته في لبنان. ويرافق الموفد السعودي القائم بالأعمال وليد البخاري. إذن في هذه الأثناء نشاهد مباشرة وصول الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة إلى بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه قائم بالأعمال وليد البخاري، وأيضا بحضور السفير السعودي في لبنان. أكيد الصورة حنكمل مع الصورة وحنكمل معك دكتور، يعني كنا عم نحكي عن استقلالية هذه الهيئة، لكن مثل ما قلت كرسنا أنه هي هيئة إدارية مستقلة، نعطيت إمكانات أكثر، لأنه كمان بأبحاثنا قدرنا نشوف أنه المساس باستقلالية القضاء تم بإضعاف هيئة التفتيش القضائي. وبالستينات في قدرنا نرجع نستخرج بالنقاش البرلماني اللي رافق وقتها قانون التطهير، النايب كمان جملات كان وقتها عم بيقول انه اضعاف القضاء هو لانه اضعفت هيئه التفتيش القضائي. فاذا من هون كان اهميه
تكريس استقلاليتها، اعطاء الاستقلاليه الماديه والصلاحيات تماما. فهيدا اللي صار، وانفتحت هالهيئه كمان على المواطنين، لانه خلقنا جواتها ديوان لاستقبال المواطنين ومساعدتهم. وكمان هذا الشيء كان تيمنا بالتجربه الاسبانيه، وين في مثل هيدا الديوان شغلته يستقبل المواطنين. نعرف انه اليوم المواطن بيقدر يقدم شكوى قدام الهيئة التفتيش، ولكن ما بقى بيعرف شيء، يعني بيقدمها في صمت تام، مشان هيك كل شيء هو غير شفاف بيعزز الشك. في تحقيق داخلي وقضائي ما بيعرفوا تفاصيل 100%، خصوصا انه كمان بعدين كل القرارات التأديبيه ما في شيء منشور، لا يعلن عنها. فاذا لا، هيدا الديوان انفتح للتواصل مع المواطنين، هالمواطنين بيقدروا يروحوا بيعرفوا، يعني شغله هالديوان متابعه شكواهم، ويقول لهم اذا ما رح يتم تحويلها لانه خارج الصلاحيات يعرفوا، اذا تم تحويلها يعرفوا، ويعرفوا ما قال هيدا الشكوى. صحيح، والاهم انه يصير المواطن يتجرأ ويروح يقدم شكوى تماما، لانه كثير مرات بيخاف انه انا حوقف بوجه قاضي او بوجه هيئه قضائيه ما حاوصل لمطرح. وسهلنا هيدا الشيء لانه جعلناه ممكن عبر البريد الالكتروني وبكل المحاكم بلبنان، مش بس مضطر يجي من اخر نقطه بلبنان على المركز بيروت لحتى يقدم شكوى. فاذا عم نحاول نفتح هالهيئه، نعزز امكانياتها بهدف انه ترجع الثقه للقضاء، مثل ما عم نقول هيدا اهم شيء وقت عم نحكي عن الشفافيه، اصلا عن الاستقلاليه. شو هدف استقلال القضاء؟ انه المواطن او كل الراي العام يوثق بالقضاء. هيدا هي هدف الاستقلاليه. صحيح، هيدي المسوده يعني مشروع سنين انكم عم تشتغلوا، صح؟ كحسب ما عرفت انه في قضاة كانوا معكم، في محامين، في اساتذه جامعيين، يعني في اخذتوا اكثر من خبير او اكثر من راي قانوني. هلا نظمنا كذا ورشه عمل فيها كان في بعض القضاة وقدرنا نبعث نسخ وناخد رأيهم، ولكن باللجنة اللي كانت خصوصا اللجنة التحضيرية قبل ما نبلش فعلا نصيغ، واللي عم تعمل هالنقاش لحتى تحسم خيارات، كان في تماما محامين، أساتذة جامعيين، وحتى بعض الممثلين عن الأحزاب اللي كانوا اللي عبروا عن رغبتهم أنه يشاركوا بهيك عمل. وكان مفيد جدا نسمع إذا بدي أقول نحن جمعية يمكن مثالية بدنا الأفضل، ونسمع الواقع الحجج أيام نسمع الواقع. وهذا الشيء خلى مثل ما قلت أنه الشغل يكون هذا هدف نوعا ما حقيقي واقعي موجود وحفزونا نجاوب على اللي رح ينقلنا، اللي رح ينقلنا انه هذا القانون جاي مسقط ولا يطبق. لا، هالشغل كان لحتى ما حدا يقدر يقول هالشيء، لحتى نقدر فعلا كمجتمع، وهذا هدفه الاول للقانون. هلا فينا نحكي اذا نحن متوقعين انه يوصل يتاخذ فيه ولا أكيد، ولكن هدفه يصير في سلاح للرأي العام، انه انا بلبنان إذا بدي أعمل إصلاح قضائي في مسودة مرجعية واقعية وبتحترم المعايير الدولية. طيب قديه متأملين؟ يعني عم تقولي بحواركم كان في ممثلين للأحزاب اليوم موجودين بالحكومة وأيضا بمجلس النواب، وبحال بكرة تقدمت هذه المسودة إلى مجلس النواب رح تسمعوا الأعذار اللي كنتوا عم تسمعوها بورش العمل اللي عملتوها. اليوم يفترض يكون في نية للإصلاح قبل، بتحسوا انه اليوم في هذه النية موجودة لدى السياسيين لدى الأحزاب السياسية، وقد ايه متأمنين فعلا انه هذه المسودة تكون نوع من اساس يمكن البناء عليها لادخال هذه التعديلات على القضاء العدلي؟ يمكن شعور انه في نية كثير جذرية للإصلاح، لا، ولكن الأمل هو انه على أبواب الانتخابات هالموضوع اللي هو استقلال القضاء يكون أولوية مجتمعية فعلا، يعني يكون المجتمع وبكل الأفرقاء السياسيين واللي منهم مشاركين بالسلطة المواطنين العاديين يكونوا مقتنعين قديش استقلال القضاء هو ضرورة، منه ترف لمجتمع كتير تطور، هو مفتاح أساسي. فبدنا هيدا الموضوع يصير أولوية. تاني نقطة، أنه نحن الحجج اللي سمعناها الشغل كان لتخطيها ولأفراغ هيدا الحجج من مضمونة، ما يقدر بقى حدا يقدمها. مشان هيك هدف هالقانون منه بس الكتل السياسية والبرلمان، هو الرأي العام، أنه الرأي العام يقدر يطور لغته للمساءلة
على 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 القضاء ليصير عنده الأسلحة لحتى فعلا يسائل كتله النيابية أو المرشحين أو عن هذا الموضوع. وأكيد بالدرجة الثالثة نحن هذا المسودة موجودة وهذا رح تكون معيار كتير واضح، كل حدا عنده نية إصلاح جدية ما رح يقدر يتجاهله. خارج هذا الشيء نحن بنعتبر أنه الكلام هو شعر وهو هذا الكلام بدينهم. يعني عم بتقولي هذه المسودة موجودة متى أرادوا الإصلاح، ما رح تروحوا أنتوا وتطرحوها؟ يعني بلا. تلاقوا ممكن 10 نواب يقدموا اقتراح قانون أو طرحة عبر بلا طبعا نحن، أو رح تتركوها أنه بحال أردتم الإصلاح فيه؟ لا طبعا، وهذا الشيء بدأ أنه طلب اللقاء مع كل الكتل النيابية، طلب اللقاء مع حتى لازم وضروري مع المرشحين من خارج هالكتل التقليدية اللي هلأ طارحين نفسهم للانتخابات. يعني تصير هالمسودة مع الجميع، تصير مع الجميع وتصير ضمن المشروع الانتخابي لكل جهة تدعي جديا انه هي مع اصلاح القضاء بلبنان. فاذا نحن هيدا الشغل طبعا رح نعمله، ومش عم نعمل شغل طوباوي ونتركه وننتظر وقت، لا رح نروح، مشان هيك رح كل هالحجج تتفرغ. يعني بيوصل نحن مستعدين حتى اي كتله بدها نعمل عرض شرح مطول لاعضاء الكتله او المرشحين، نحن مستعدين. هيدا اشتغلناه لحتى يصير بالمجتمع، مش يبقى بالجوارير مثل ما دائما بيصير. وهون هلا وقت قبل الانتخابات لنشوف مين عن جد صادق بالاصلاح 100%. مين لا، وعلى اساسه المواطن بيحاسب. طيب ايضا من ضمن الامور اللي قمتوا فيها المشاريع هو الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته، واللي يمكن يعنى بامور القضاة بالدرجة الأولى، تشجيعهم مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إلى إقامة بعض التجمعات ويكون عندهم حقوق للتعبير أكثر، حرية التعبير وغيرها. حكيتوا بهذا الموضوع مع القضاة؟ حسيتوا يعني نوعا ما أنه هم عم بيعانوا من هذه الأمور؟ هلا أكيد بالتواصل مع القضاة أنه واضح جدا الوضع، مثل ما كل مزعوجين يعني من الوضع الصعب اللي هن فيه. أكيد يعني القاضي مثل ما عم نقول هو لقى حاله معزول، ما عنده ضمانات ولا أي، ما بيقدر يمكن بقرارات الخاصة بمساره المهني ما بيقدر يطعن، ما بيقدر يشكل جمعية، ينقل بدون ما يطلب رأيه، والعديد من الخروقات، يعني معزول تماما. من جهة تانية في خطاب مجتمع أيام نلاقيه أنه القاضي لازم يكون نزيه ولازم يكون مترفع، فإذا هو بين هالتنين بين شقفين. فمن هون ومن صلب دور وفكرة المفكرة القانونية هي هيدا، أنه تشكل ائتلاف بضم تقريبا 40 جمعية، جمعيات كافة المعروفة المعرفة اللي بتشتغل على أمور وأولويات كثير مختلفة، على مثلا أهالي المفقودين، مثلا سجون مثلا حقوق المعوقين، مثلا العنف ضد المرأة، كل هالأولويات المختلفة ارتقوا أهمية أنه يعملوا هالائتلاف لحماية استقلال القضاء والقضاة. ليه؟ لأنه ولا واحد من هالحقوق ممكن ننتزعه أو نصله إذا ما رحنا أمام القضاء وتبين هذا الشيء مراراً وتكراراً. بكل الملفات المفتوحة اليوم بلبنان، الفساد، حقوق كل فئة على حدة، الأملاك العامة، بكل الملفات، الكهرباء، كل شيء، إذا القضاء منه مستقل صحيح توصل لمرحلة حيت مسدود. فكل هالجمعيات اقتنعوا بهالدعوة اللي وجهنا لهم إياها وجاوبوا بأنه خلقنا هالائتلاف حتى يشعروا القضاة أنه منهم معزولين بقى، أنه المجتمع في صوت، في فاهم الوضع اللي هو فيه ومستعد. حالياً ما في مرجع للقاضي بحال تعرض لأي تدخل أو غيره؟ هلأ هو مفروض مجلس قضاء الأعلى يكون الهيئة الضامنة لأستقلال القضاء، بس للأسف يعني طريقة تكوين هالمجلس وهال ما أصلاً الصمت التام، يعني ما بنقدر نعرف، في كتير من عدم الشفافية بعمل الهيئات القضائية، فما بنعرف شو عم بيعملوا ورا. وبالعكس أيام نحن قدرنا نلحظ وكتبنا على الموضوع ممارسات لمجلس قضاء تضعف استقلال القضاء، لما رئيس مجلس قضاء ما في ضمانات قانونية للقاضي من ضمن القانون تحميه، جدا ضعيف. مثل ما قلت مثلا مبدأ عدم جواز نقل القاضي من مركزه، هيدا موجود بدون أي عذر وبدون أي سبب، هيدا كتير مهم نقول، موجود بالدستور تبع 1926 باللغة الفرنسية، لما ترجم بالصيغة العربية سقط عدم جواز نقل القاضي
غارانتي ديناموفيبيليتي موجوده بالصيغه الفرنسيه مش موجوده بالصيغه العربيه، وكان هذا الشيء مدخل لنسف هالمبدا ولا التدخلات على. فاذا نبلش من هون، اذا بنقول انه اليوم في الماده 95 بالقانون الحالي بتسمح لمجلس القضاء يعتبر قاضي غير اهل وينقلوا منه بخر، بيعزلوه من القضاء بدون اي محاكمه عادله، بدون ما يقدر يدافع، بدون ما يعرف التهمه الموجهه له، بدون اي شيء. وقتا بنرجع على البحث بنشوف انه ايه عدم الاهليه لما هي معالجه بالدول الاخرى بفرنسا وكذا، اصلا عدم الاهليه النفسيه او الجسديه، يعني اذا القاضي ما بقى قادر يقوم بمهامه، بس هذا الشيء بيصير على اساس اصول، في تقرير طبي، في بستمع للقاضي مش بعزل أسباب بقى. فالقاضي اليوم بوضع إذا بنحكي من هيدا الائتلاف، كيف بتكون تقدموا هذه الضمانات للقاضي؟ كيف بتكون تقولوا له إيه افتر فيكم تعملوا هذه التجمعات بهذه المسودة أيضا الموجودة أو عبر أي طريقة؟ هلأ هدف الائتلاف أكيد يحمل لقدام مسودة القانون، ولكن يشكل صوت، مش القاضي يحس حاله معزول وما في حدا بالمجتمع إلا بيحكي سلبا يعني عنه. بحال صار شيء القاضي فيه يشكي لألكن أو يشكي لهذه الجماعات، صار هذا الشيء يعني مثلا دعمه. الائتلاف أخذ موقف كتير واضح وكتير أساسي بظل وقتها صار في مس بالحقوق المادية للقضاة، وأخذ موقف كتير جريء وكتير واضح بظل الانقسام اللي كان موجود حوالي هذا الموضوع، لأنه اعتبرنا أنه المساس بالاستقلالية المادية هو مساس باستقلالية القضاة. كتير في استسهال للمس بالقضاة، هيدا اللي وعملنا بيان كتير واضح بهذا المجال مع الائتلاف، والهدف هو وحملناهم مسؤولية يعني كمان للقضاة، حاولوا تعملوا نوع من قوة ضغط تماما، هيدا هي اجتماعية تساند هذا لأنه كتير سهل اعزل القاضي مثل ما قلنا ما يكون عنده ولا ضمانة بالقانون وبعدين اطلب منه يكون نزيه. فهدف الائتلاف هو فك هالعزلة، لأنه القضاة بعد اليوم ما قادرين يعملوا جمعيات، والائتلاف لما اطلق هيدا الصرخة اذا بدي اقول مع بتحمي القاضي ومع القاضي، طالبوا كمان القضاة بشكل كتير جدي يتحملوا مسؤوليتهم ويخلقوا جمعية. اليوم النصوص اللي مستخدمة لمنع القاضي من تكوين جمعيات هي تفسير عم يعتمد. القضاة فيهم تماما بظل الشروعات الدولية، بظل الوثائق المرجعية، يعتبروا انه هن حقهم مكرس بانه يعملوا جمعيات ويحموا حالهم، هن كمان مطلوب منهم يلعبوا دور فعال مش بس المجتمع. بس نحن عم نعبي هالثغرة انه ما في شيء بالمجتمع، ما في محل بيحمي القضاة وبيدافع عنهم، دائما الخطاب هو تحميل المسؤوليه بظل عزلتهم، هذا الشيء ما لا يجوز يعني. تهديد دائما. اليوم اكثر الامور اللي بنسمعها اضافه الى الشكوى من تدخل السياسي ايضا موضوع تاخر المحاكمات، كثير بنشوف التاخر وبنشوف يعني امور حتى بسيطه وامور صغيره بتمد سنين وسنين، اليوم مين المسؤول؟ القضاة ام هون كمان هذا وجه من اوجه التدخل السياسي بقصد تاخير وتمديد مهل المحاكمات؟ هلا مهل المحاكمه فيها وجهين، يعني في وجه هو مؤسسات، يعني اذا المحاكم ما عندها الامكانات، اذا القضاء ما عنده الامكانات البشريه والماديه ما بيقدر، طبيعي ما بيقدر يجاوب على هذا الحق اللي هو حق مكرس بانه المحاكمات يصيروا بافضل المهل. فاذا جزء من القانون عالج هذا، من الاقتراح المسوده تبعنا عالج هذا الشيء، انه كمان لما انا بترك تعيين القضاة الجدد مسؤولية وزارة العدل هي بتحدد الأعداد بدون أي علاقة أو رابط مع كم الشغور اليوم، يعني اللي بيوصل يمكن ل 200 قاضي، هيدا الشيء لا يجوز. فمشان هيك نحن وضعنا بالقانون نص بيلزم بإجراء مباريات سنوية، وهذا النص لقيناه بسنة 61، يعني نحن عم نطلع على ورا مش ضروري كل شيء من الخارج، انه يصير في مباراة سنوية واضحة بأي فترة بتصير، ويتم اعتماد معادلة يعني عدد معين من القضاة اللي يجب تعيينهم كل سنة الى حين ما يكون فيها الفرق الشهور. هلا من جهة تانية كمان التأخر ايام بيكون لأنه القاضي ما بيعمل شيء،
كمان ايام. فمشان هيك بدنا نعمم، بس في مرات بعض الخلل بيكون موجود عند بعض، بيقدر يكون مش مؤسسات، بيقدر يكون فردي، خلينا نقول هيك. فاذا ادخلنا الشيء اللي ما موجود اليوم ابدا، اللي هو نظام لتقييم القضاة، تقييم عملهم. طبعا مجلس قضاء الاعلى اليوم عم بيشتغل على مشروع تقييم القضاة، نحن تابعناه وكتبنا عنه وكنا حاضرين باحدى الجلسات، ولكن نحن عملنا قراءه نقديه لإله. وبفتكر طرحنا شيء بيتماشى مع المعايير الدولية بنظرنا بشكل جذري أكثر، مثل أولاً أن التقييم يعمم على كل القضاة ومش بس على قضاة البداية مثل ما أطرح اليوم، يعني قاضي التمييز مثله مثل قاضي محاكم الاستئناف مثله مثل قاضي الدرجة الأولى لازم يخضع للتقييم. ووضعنا مبادئ توجيهية لكيف نظم هذا الشيء. فإذا وضعت أنا نظام تقييمي، طبعاً القاضي ما بقى فيه ما يحضر بي 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 ولا يتغيب على جلسات او ياخر اكيد. صحيح. سؤال اخير، اليوم كثير عم نحكي عن موضوع القانون العفو العام على ابواب الانتخابات النيابيه، والبعض عم بيقول انه هذا جزء من هذا الخطاب الانتخابي. اليوم لما نروح نحكي عن عفو عام، قد ايه عم نسيء الى هذا القضاء والى الاحكام القضائيه اللي صدرت هلا؟ يعني مره جديده انه ما في شيء ابيض واسود بهذا المكان. ايام العفو عنده هدف اجتماعي، شو بيقولوا، للسلم الاجتماعي، مشان هيك موجود بكل الانظمه. صحيح. مش بس اخترعنا، ولكن مره جديده بلبنان ليش بيصيروا؟ التوقيت المعايير اللي بتصير، يعني ما بيصير في ولا اي شغل على المحاسبه قبل، ما بيصير في ولا اي شغل على الثقة بالقضاء، ما بيصير في ولا أي شغل على الذاكرة، ولكن بالعكس على الطمس، وبعدين بجي بعمل عفو قبل الانتخابات. نحن هيدا اللي صحيح هو يعني مرة جديدة الأذى الكتير كبير، هو أنه نعمم كلنا ونقول القضاء فاسد وغير مستقل، وهيدا اللي عم نجرب نحاربه بكل هالأمور. فإذا ننتبه من هيدا الباب العفو، اللي هو ما يكون هيك اعتباطي ويلغي تماماً وظيفة القضاء لإلنا، اللي هي مش بس زجرية. القضاء هو لأنه بمكان ما بيعمل حقيقة، بيوضح الحقيقة، بيخليني أتصالح أنا إذا أنا ضحية، أو في عمل يعني في دور اجتماعي كتير مهم للقضاء. صحيح. كمان العفو كتير بهالظروف أكيد هو شيء خطير. صحيح. مرسي لك دكتور مهنا، يعني يعطيكم ألف عافية على الجهد اللي عم تقوموا فيه وكل التوفيق، وإن شاء الله هذا هي المسودة المشروع تبصر النور، نكون على أول خطوة من إصلاح القضاء وتعزيز شفافيته واستقلاليته. كل التوفيق لكم وكل الشكر أيضا. مرسي لكم على الوقت، لأنه بعرف قديش قبل الانتخابات هيدا هو الموضوع كل مطروح دائما، انه خصصته هالقد وقت لهالموضوع. نحن كثير بنشكر يعني اكيد القضاء يفترض انه يكون هذا جزء من دور الاعلامي لمساعده القضاء بمهمته. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، شكرا للمتابعه والى اللقاء.